على هامش زيارة سعادة السيد علي بن محمد رماحي وزير شؤون الإعلام لدولة الكويت الشقيقة، شارك سعادته في ندوة بعنوان تأثير اتجاهات الرأي العام على متخذي القرار، والتي شارك فيها كل من معالي وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة في دولة الكويت الشيخ محمد العبدالله المبارك صباح، ووزير الإعلام العماني معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني. اختتم الملتقى الإعلامي العربي في دورته 14 أعماله بعقد الجلسة الأخيرة تحت عنوان تأثير اتجاهات الرأي العام على متخذي القرار في الإعلام، بمشاركة وزراء إعلام من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شارك سعادة السيد علي بن محمد رميحي وزير شؤون الإعلام في الندوة، وأكد أن بعض نتائج استطلاعات الرأي التي تصل من الغرب تكون غير صحيحة. أنا لاحظت أن كثير من الدراسات تستند إلى دراسات غربية وأجنبية، وشفت اليوم المؤسسات الغربية عطت نتائج غير صحيحة. ناخذ على سبيل المثال كثرة الاعتذارات اللي احنا قاعدين نشوفها من القنوات ومن الوكالات الأنباء لكثير من الأخبار أو التحليلات الغير صحيحة، كثير منها يعتمد على السوشيال ميديا، ونفسها هذه مراكز الدراسات تقر بأن 50% من الحسابات اللي موجودة على السوشيال ميديا في الوطن العربي حسابات وهمية. هذا أغرار ومن خلال دراسات علمية أجرت بعض المراكز. احنا عندنا تجربة في البحرين على سبيل المثال، عدد من وكالات الأنباء وعدد من القنوات الفضائية خلال أسبوع كامل تجاهلت كثير من الجرائم اللي شفناها في المنطقة المحيطة فينا، عمليات التشريد والقتل، وكانت لمدة أسبوع كامل تتناول موضوع حل جمعية سياسية في البحرين. وأشار الرميحي إلى أن مفهوم الانفلات الإعلامي غير عدة مفاهيم، حيث أن كل مؤسسة لديها فريق إعلامي يساعد وزارة الإعلام على أداء رسالتها. الآن كل مسؤول أو كل مؤسسة حكومية أصبح عندها جهاز إعلامي يساعد وزارة الإعلام الرسمية على أداء رسالتها. بعد في نفس الوقت يجب أن لا ينجر الإعلام التقليدي أو يقاد بوسائل إعلام أخرى، سواء كانت سوشيال ميديا ولا حتى قنوات خاصة تحاول انها تهمش او تستصغر عمل انت قمت فيه. وعن الاستثمار في الشباب، اكد الوزير الرميحي ان تجربة وزارة الاعلام نجحت في الاستثمار في الشباب بشكل كبير. في دراسة علمية تقول يجب تغيير منهج كلية الاعلام كل 6 شهور، مش 5 سنوات، كل 6 شهور يجب. الاعلام عالم متغير، اذا اصبح الشباب هو الخيار الاول والاخير. احنا كلنا ندعم الشباب، نعتمد على الشباب اعتماد كلي. انا اقولها من خلال تجربه خاصه فيني في وزاره الاعلام، تلفزيون البحرين الان يقوم بشكل كامل على الشباب. ما نغفل دور الخبرات، لكن اعطيت الفرصه الاكبر للشباب، لان الاعلام عالم متغير بحاجه الى دماء جديده. وعن تقييد الراي العام، أوضح الرميحي أنه لا يوجد مسؤول قادر على تقييد الرأي والحريات، مشدداً على ضرورة تلاشي ثقافة أن الغرب لديه حريات أكثر من الدول العربية. أنا أعتقد اليوم لا يوجد مسؤول قادر على أن يقيد حريات. اليوم الفضاء حر. اليوم بعض الصحفيين يتمنى أن تمنعنا مقال، لأنه راح ينتشر أكثر من لو أنه انشر بشكل العادي. لا يوجد تقييد للحريات. الوهم بأن الغرب لديه حريات ترى يجب أن يتلاشى، يجب أن نعزز ثقتنا في أنفسنا. المؤسسات الإعلامية اللي موجودة في المنطقة لديها كثير من الحريات، لكن السؤال اللي يطرح نفسه، احنا في بعض وسائل الإعلام وصلنا إلى مرحلة أنه مجرد تنفيس، مجرد يعني يطرح كثير من التساؤلات أو يطرح كثير من المواضيع ليس بهدف تحقيق شيء، إنما فقط من أجل الانتقاد والتشهير.
يذكر أن أعمال الملتقى الإعلامي العربي في دورته 14 انطلقت تحت شعار الإعلام حياة، وافتتحت برعاية وحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة. البحر أن تشارك منذ البداية في هذا الملتقى، عدد الحضور، تنوع المشاركين، وجهات نظر جدا راقية اليوم استمعنا لها، كلها تصب في هدف واحد، يجب أن نحافظ على المكتسبات اللي تحققت طوال السنوات الماضية، يجب أن نتعظ فيما يدور حول هذه المنطقة من صراعات كثيرة، يجب أن يكون للإعلام دوره في 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 المحافظة على هذه المكتسبات. الإعلام اليوم يقوم بدور كبير، يجب أن لا ننجر حول كثير من المهاترات الإعلامية اللي تستهدف منطقتنا. اليوم استمعنا إلى وجهات نظر تطالب بتعزيز كثير من الثقافات اللي احنا نفتخر فيها كعرب وخليجيين. سبق وقلت وأكدت في أكثر من لغة أننا لسنا بأصحاب صوت مرتفع، نحن أصحاب لغة أقناع ومنطق. من دواعي الشرف والسرور أن تكون مملكة البحرين هي ضيفة الشرف، وهذا ما عبرت عنه في الكلمة الافتتاحية أمس. ما يجمع الكويت البحرين أكبر بكثير من أن تكون فقط دولة شرف، ولكن هذه بادرة بسيطة من القائمين على الملتقى لكي يجسدوا ويصوروا هذه التوأمة الروحية بين شعب البحرين وشعب الكويت إن شاء الله.